بنت بوجدعان. بنت بوجدعان. ايه وانا كمان اتذكرت هندية بن صحية الأعمش. اي هندية. هندية الأعمش. الأعمش. قديش صارت القائمة؟ 17 اسم يا بي. شو ام فواز؟ ذكرينا لسه في بنات خرج الخطبة بالضيعة ولا خلصوا يعني؟ ايه في وحدة مهدية بنت أبو حسين. لا المهدية. لا تسجلها يا فايز لا تسجلها. ليش بقى؟ فصعونة كتير. لك شو فصعونة؟ المسخ يمسخها. حيصير عمره 14 سنة بس هي جسمها بيعطي أكبر من هيك واللي عم يشوفها عم يقول عمره 18. ولو كان يا أمي ولو كان بتضل البنت اسمها صغيرة. أنا بدي بنت كبيرة وواعية تفهم علي وافهم عليها. يعني شي 16 سنة على الأقل. احكي لك كلمة يا أبي. خلاص مش مشكلة. لا سجل مهدية. فكر يا أم فواز لسه في بنات ببالك؟ لا والله هلأ ماني متذكرة حدا. أصبح خلاص هلأ. وإذا تذكرت شي اسم جديد منضيفه للقائمة بعدين. قل لي كم اسم صاروا؟ لساته 17 يا بي. قليل كثير. مش هيك يا فوزية؟ معلوم قليل يا بي. يعني بكل هالضيعة أفش غير 17 بنت خرج الخطبة؟ أكيد في يا بي بس هدول أكتر الناس بيناسبونا. خلاص يا بي 17 بنت بكفوا مناح. هات أشوف القائمة. هات رمزية حسن فوزية وفيقة بديعة اسماء رورينا ملك هكاد. عظيم كثير. قلي لشوف مين اخترت من هالقائمة؟ نقيلي انت يا بي والله شي بحيك. لا تحتار ولا على بالك. امسك هالقائمة هذه ودرسها على مهلك من هاون لبكرة. والبنت يلي بتأشر عليها منروح منحكي لك فيها فورا. وانا يا بي ما بدكن تكتبوا لي قائمة الي؟ وانت بكير عليك شوي. خلينا بالاول نخلص من هم اخوك وبعدين منفكر بموضوعك. وبصراحة كان لازم سميك فاير مش فايز.